المشاهدين بعض البرامج بيحسوا انه هيحصل اقبال على المشاهده. هي الموضوع مادي تصوير؟ لا مش دعاية. مادي هو بتبقى ايه يعني؟ يقول لي كان البرنامج بتاعي فرقع. أيوة. ما هو مش هيفرقع على الفضايح. صح. ما هو انت ممكن تجيبي اي فضيحه سهله جدا وتتكلمي فيها، او اي واحده تعرضت مثلا لحاله اغتصاب. طب ما هو ده هيبقى شيق طبعا، بس نتكلم فيه ازاي؟ هي دي. انا مش بعيب على اي حد طبعا، كل واحد حر في اللي هو بيقدمه ولا اللي بيتكلم فيه. احنا مش بنعيب على الشخصيه، بنعيب على التصرف. لكن احنا التصرفات دي فعلا كانت سبب في خراب بيوت كتير قوي يا دكتوره اسماء. طبعا مش عيب يا استاذه هاله، اطلعي وتكلمي عن تجربتك الشخصيه، بس ما تعمميش تجربتك على الكل. ايوه بالظبط. ولو عايزه تحلي وعايزه تساهمي اوكي درسي، لكن حد مش دارس مش ممكن، وحد بيتكلم عن طرف واحد ما ينفعش. لازم اسمع، انا بسمع الطرفين. لازم. الزوجه والله بتيجي تتكلم كلام يخليكي عايزه تقومي تقتلي الزوج. صحيح. ولما تسمعي الاثنين تلاقي غالبا الزوجات بيغلطوا عشان ما فيش عندهم خبره معينه. بنبتدي نوضح لهم. انا كارشاد اسري مستحيل يا استاذه هاله اقول لحد روح اتطلقوا، يلا القرار يا ليكي يا الولي امرك يا لدار افتاء لو كان طلقات كتير. انا ما بديش قرار لحد، ما ينفعش. لكن بتحطيهم على الطريق المتخصصه، ما ينفعش اقوله. ايوه بس بتحطيهم على الطريق، بحطهم على الطريق، بوضح لها الصوت الداخلي لزوجك، بوضح لها انت تفهمي نفسك ازاي، هتتعاملي كزوجه ازاي. بيسمعوا بقى؟ الحمد لله الحمد لله. يعني انا عندي 10 حالات كانوا هينفصلوا خلاص بفضل الله، فهموا بعض خلاص الدنيا بقت كويسه. انا بشكرك جدا يا دكتوره اسماء، وربنا يا رب دايما يجعلك كده من المصلحين للازواج والزوجات يا رب. شكرا يا فندم.